السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتر سؤال بسأله، هل ممكن الذكاء الاصطناعي يتمرد على الإنسان؟ أو يحب إن هو يسيطر على الإنسان؟ أو يشوف إن هو أحسن من الإنسان؟ طيب، الذكاء الاصطناعي مفيهوش أي مشاعر، مفيش حب السيطرة، مفيش حب إن هو على نفسه يبقى هو المدير، مفيش شهوة، مفيش رغبة، مفيش مشاعر، مفيش مشاعر، هو بيديله أوامر يعملها ينفذها. تمام؟ فما تخافش من الموضوع دوت، لكن تخاف من إيه بقى؟ ان يجي ديكتاتور يستغل الفلوس اللي معاه في ان هو يعمل ذكاء صناعي او روبوت يساعده في السيطره على الناس. يعني مش الذكاء الصناعي اللي هيسيطر، لا، شخص شرير هو اللي هيسيطر. زي مش الذكاء الصناعي اللي هيشتغل مكانك في الشغل، ده زميلك اللي هياخد مكانك في الشغل لانه بيستخدم ذكاء صناعي وانت ما بتستخدمش ذكاء صناعي. تمام؟ يعني الذكاء الصناعي ما فيش هيجي في يوم يقول انا عايز ابقى انا الرئيس، لكن ممكن شخص يستغل الذكاء الصناعي في ان هو يحكم البلد بشكل سيء. دي هي الفكرة. الذكاء الاصطناعي ما عندهوش أي مشاعر، ما فيش أي فيلينج، ما فيش حب للسيطرة، ما فيش شهوة، ما فيش رغبة. لذلك في خبرين، الخبرين دول غلط خالص، تعال نشوفهم. الخبر ده منتشر، صورة الروبوت بيحرك ايديه فخبط في المذيعة، فقال لك ايه، أول روبوت متحرش. لا، هو مش متحرش ولا حاجة خالص، هو متبرمج انه يحرك راسه، تمام، ويحرك ايديه سواء في حد موجود او مش موجود. هو مش صوت حاجه، يعني قبل ما المذيعه دي تقف هو حرك ايديه، بعد ما مشي يتحرك ايديه. هو متبرمج لان لو ما حركش ايديه الناس هتفتكره يعني حاجه ثابته ما بتتحركش، او حاجه بنقيس عليها الملابس او بنحط عليها الهدوم وحاجه زي كده. فهو محطوط متبرمج ان هو يحرك ايديه، ملوش دعوه ان في شخص ولا لا، ما عندهوش شهوه. يعني لو المذيع بدلت بالمذيع هو برضه حرك ايديه نفس الحركه، لو جبنا عربيه برضه حرك ايديه نفس الحركه، ملوش علاقه بمين اللي واقف، ما عندوش شهوة. تمام؟ يعني كأن يعني ايه اغغ كده، يعني ما فيش اي حاجة تحركه. الخبر تاني اللي هو اتنشر النهاردة، اللي هو بيقول لك ايه، في روبوت انتحر في كوريا الجنوبية، الروبوت اشتغل كتير فانتحر. الكلام ده عارم للصحة تماما. هو الروبوت بيتحرك مفروض ان هو ايه، في سنسور، ففي غلطة في البرمجة، في غلطة في السنسور، ممكن في شوية تراب غطوا على السنسور فمحسش بحاجة، فمخدش باله ان في سلم وقع. انما مشاعر الانتحار او اضطرابات النفسيه او كل الكلام دوت مش موجوده في الروبوت، مش متبرمج ان هو لما يزهق ينتحر، مش متبرمج ان هو يعترض فينتحر، مش موجوده القصه دي خالص. محدش يفكر ان هو بيعمل حاجات دي خالص. تمام؟ هو ممكن يكون زهق، مش زهق، يعني الاجهزه بتاعته تعبت مثلا، سخنت، ما خدش باله من حاجه، ممكن يكون حد جه من ورا زقه لان مفيش فيديو بيسجل حادثه سقوط الروبوت. هو من سلم، يعني عامل وقع من على السلم، لا هو انتحر ولا كان بيحب روبوت تانية وابوه ما رضيش، ابوها ما رضيش يجوزه ولا الكلام ده كله. هو مفيش حاجه تخليه ينتحر. حتى لو شغلته ل 24 ساعه، لو شغلته 24 ساعه، في ال 24 ساعه ممكن الاسلاك بتاعته تسخن، ممكن مثلا يقع من كتر الارهاق. يعني الجهاز نفسه مش مشاعر إنسانية، لكن كأنك شغلت المكوة كتير فاتحرقت، شغلت المكنة بتاعت القهوة كتير اتحرقت. لكن ما تقولش إن مكنة القهوة حبت تنتحر لأنها سمعت أغاني حزينة وكتاب حياتي عيني والحاجات دي كلها. ما فيش مشاعر، الحاجات دي محتاجة مشاعر، لكن هو ما عندوش مشاعر. أتمنى يكون أجبنا على السؤال.